كأوش، والحاضرين أيضا في بطولة الروضان معاق أوش للعام الثالث الآن موجود، وحثمان الحسن في تدريب أول بالنسبة له لفريق حمادة. وهنا اسم أعتقد من أشهر الأسماء، الله ما تمين الكلام، وقلنا من أشهر الأسماء يا حمد ديوان، ما قلنا يا حمد ديوان من أشهر الأسماء إلا وجاءت أشهر الأهداف وأمتع الأهداف. شوف التسديدة، التقدم للأمام، الله على التسديدة في سقف المرمى، بل سقف المدعى في اللقطة الماضية. هدف من أجمل ما يكون، هدف من أجمل ما يكون لفريق لافاتزا. محاولة ملعوبة، كرة داخل منطقة الجزاء، تبعد مباشرة، هنا الكرة تمر مباشرة والتسديدة، الله 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 يا تيتو على الهدف، وعلى جمال الهدف، وعلى روعة الهدف، وعلى إبداع الهدف، وعلى تاريخ حمد ديوان في هذه البطولة. هدف، هدف من أجمل ما يكون، هدف تتجمل به البطولة، هدف بجمال البطولة، يأتي بصورة رائعة رائعة رائعة.